مرحبا بكم في فقرة حالك من جوالك، واللي بنحاول فيها نعرف حالات الناس، تفاصيلهم، مشاعرهم، أخبارهم، أفكارهم، والرسائل اللي كمان حابين يوصلونها لأي طرف موجود في حياتهم. بعض الناس بيكتبها عن طريق حالة في الواتساب، والبعض الآخر بيكتبها عن طريق منشور في الفيسبوك. فيا ترى يا هل ترى، هل تصل مثل هذه الحالات للأشخاص المستهدفين؟ هل تؤدي الرسالة والغرض؟ خلونا نشوف ردة فعل الناس في حالك من جوالك. وما ننساش كمان إنه في نهاية الأسئلة والفقرات معانا سؤال خاص بكم أنتم المشاهدين في المنازل. حالك من جوالك، خلونا نشوف آراء الناس وردود أفعالهم. تعالوا مع بعض. تعرفنا باسمك؟ شهاب، طلع لي جوالك. هذا جوالي. هذا جوالك، إيش نوعيته؟ والله الناطق. ما في بش واتساب؟ ما في شيء. كيف مسوي معك طيب؟ الرقم في واتساب. إيش عامل حالتك في الواتساب؟ والله حالتي يعني ذكر الله. ذكر الله، إيش كاتب فيها؟ بشر الصابرين، يعني هناك شيء ينتظرك. وليش كاتب حالتك يعني عن ذكر الله؟ ما كتبتش رسالة معينة لشخص ما، أو رسالة لك؟ لا والله عندي رسالتي أمل يعني بالله سبحانه وتعالى إنه مستقبل أفضل وحياة أفضل. طيب آخر منشور في الفيسبوك كان عن إيش؟ والله ما عنديش فيسبوك. ليش؟ كذا. إيش من حالة يعني؟ الحالة الموجودة في الواتساب. أيوة، ما هي حالة. إيش كاتب فيها؟ مش شرط يعني، أحيانا أكتب وأحيانا ما أكتبش. ليش ما تكتبش؟ إنه على حسب النفسية. أيوة. طيب معك فيسبوك؟ أيوة معي. آخر منشور في الفيسبوك كان عن إيش؟ أوضاع اليمن و تلاحم. تقدر تفتح الآن؟ معك إنترنت تقدر تفتحه؟ لا لا خالص. طلع جوالك يا علاء. طلعته. افتح لي الواتساب. نظام التصميمية مغلق. ليش الواتساب مغلق؟ عندك أنا طلع الواتساب. الآن طلع لي الواتساب. ما يدتك كذا ارتعش فيه حاجة ولا شيء؟ نعمل لي واتساب. كاتب حاجة بالواتساب يا علاء؟ لا مش كاتب حاجة. محرق من الواتساب يا علاء؟ من؟ أنت محرق من الواتساب؟ لا والله مش محرق. طب ليش يدتك كذا بس؟ الكاميرا الكاميرا ركزوا على يده. إيه أنا ارتعش. ليش ركزوا على يده ولا شوفوا شوك؟ توتر توتر. إيش كاتب في الحالة يا علاء؟ كاتب في الحالة؟ والله يا ناس يده مش طبيعي. إيش أشوف إيش كاتب في الحالة؟ مقلقين. إيش صلي على رسول الله، دق مش حاجة. يا الله. مش كاتب؟ مساحة. لا اللي تحت. ماشي عاركم ترقموها بفعالكم، الكلام صار قدام مستاذيك. يا الله، ايش قصدت فيها ولمين كتبتها؟ بس كده كتبتي حالة. معقولة ما قصدتش فيها اي حد؟ والله ناس خلاص. ما كنت زعلان من حد؟ لا مش زعلان من حد. وليش ناس خلاص طيب؟ يا علاء عندك منشور في الفيسبوك؟ شاش فيس معي، انتم اختاروا. البوست الرسمي في الصفحة الرسمية ايش كان الاخير؟ منجور. والله مدري. مش فاكر. صورتي بس، صورتي وكلام. أخي جلال طلع لي جوالك. ليش؟ بنتي أصلاً. طيب افتح لي صفحة الواتساب. لا لا هذه لا. ليش؟ ما تقدر. ليش؟ ليش؟ كان في تليفون لكن أخذت حسن ده سؤال علمي سؤال ثقافي لكن في تليفونات. حالة الواتساب، انت معك تليفون خاص واتساب خاص فيك؟ لا مع بناتي. ما عندك؟ شو انت ليش ما عندك؟ مش مهتم. طيب عندك فيسبوك؟ خالص. في ناس احيانا يكتبوا اللي في داخل جوال يعني قلوبهم في الفيسبوك او في الواتساب، ويقولوا انه يعبر عن مشاعرهم ويوصلوها للناس، صح ولا لا؟ صح صحيح. بس في بعض الاحيان اشياء كاذبة يكتبوا على الناس، يطلعوا اشاعات عليهم كاذبة، هذا يعني مش مقبول يعني. يعني إنسان يكون محترم شريف، يطلعوا عليه إشاعة إنه إنسان فاسد، هو إنسان شريف. طيب. هذا شيء غير معقول. طيب أنت لو كنت مكان هذا الإنسان لا قدر الله، كيف تقدر تعبر عن حالك وأنت معك واتساب وفيسبوك؟ يعني المشكلة لو لما ترد على الناس بالطريقة يعني كأنك يعني معترف، في السكوت أفضل. السكوت أفضل. الناس يعني واعين، يعني مش الناس يعني جهلة، الناس واعين يعرفوا. طيب. يعني يعرفوا فين الـ فين الـ والبلاد يعني ما تستاهلش الامور هذه. طيب. لم تكن المجاملات يوما عنوان شخصي، فصدق تعاملي مع الاشخاص تغنيني. ما اروع. لمين كتبتها؟ هذه حقي قديمه من زمان، من يوم ما كنت طالب الابتدائيه كنت اكتبها على دفاتر خاصه تجيلي مطبوعه من اصدقائي. جمله خاصه فيك انت؟ ايه، واحد شاعر صديقي اول مره في وعدنا في السادس ابتدائي في السبعينات.
طبع لي مجموعة دفاتر خاصة باسمي وعمل لي هذه العبارة. واو. عشت معها فقط جزء من كياني. ممكن تعيدها لو سمحت؟ لم تكن المجاملات يوما عنوان شخصي، فصدق تعاملي مع الأشخاص تغنيني. يا الله، وثبتت عندك من أيام الابتدائية أصبحت جزء، وطبعوا له دفاتر باسم الحالة اللي هو عاملها في الواتساب. نعم. جميل. آخر بوست في الفيسبوك. آخر حاجة عملتها. آخر منشور لي. منشور في الفيسبوك. واو. طيب. هل تعتقد إنه أحياناً حالة الواتساب أو منشور الفيسبوك بيعبر عن الحالة الشخصية للإنسان أو بيوجه رسالة للآخرين؟ في معظم الأحوال. في معظم الأحوال إنه تكون تحاكي هموم، تحاكي مشاعر، تحاكي مواقف، تحاكي أمور تتعلق بمواقف معينة، بوضع معين، بهواجس، بأشياء مختلفة كثيرة. جميل جدا. صادف إنك يوم عملت حالة وأرسلتها لإنسان وصلت له؟ يعني رسالة عتاب للصديق، ولكن ما كانش مقصود محدد باسمه. يعني عموما ما هي مفهوم الصداقة؟ ماذا تعني الصداقة؟ ماذا يعني أن تكون صديقا؟ ليست الصداقة مجرد منافع شخصية، وإنما وقوف في كل الأحوال في كل الظروف. كان يعني موقف يعني فريق متكامل نشتغل في أعمال بحثية متكاملة. تجي فرص معينة مثلا تشوف أنه يترك صديقه ويترك زميله، في هذه الحالة ممكن تكون في رسالة عتاب. لا الواتساب ما فيش. ليش ما فيش؟ أمر الله. أمر الله. وآخر بوست في الفيسبوك كان عن إيش؟ ما أنتي غشنا هنا. فتح الواتساب ما شريت معي هنا. الواتساب الحالة. الحالة؟ ليش يعني إيش السبب؟ افتح. ها؟ افتح. ما قدرش افتح. تقرأ لنا حالة الواتساب. حقي؟ أيوه. ها؟ أيوه. ماش مسجل حالة أصلاً بالواتساب. ليش مش مسجل حالة؟ مش مسجل حالة بس. ما بتسجلش حالة خالص؟ لا أبداً. طيب آخر منشور في الفيسبوك؟ آخر منشور في الفيسبوك؟ كان عن إيش؟ آخر منشور سجلته عن سجلت نسيت والله. هذا اليوم سجلت برضو حالة في الفيسبوك بس نسيت. حالة بس؟ متأكد؟ متأكد. متأكد أنت؟ أنا متأكدة. متأكد أنت؟ حبيبتي. طب اقرأ لنا حالة الواتساب، ايش كاتب؟ أنور عبد علي، الحمد لله على سلامتي وصولكم بالسلامة يا غالين. لمين كتبتها؟ لزوجتي وابني كانوا بعمرة. وين وصلوا؟ الحمد لله روحوا. وصلوا هنا؟ ايوه وصلوا هنا. وليش كتبت لهم طيب؟ ما قلت لهم شي لهم لأنفسهم يعني، قلتها لهم؟ قلت لهم أكيد لهم، بس أنا كتبتها بالواتساب. ليش؟ يعني حال، مش أن أصحابي وزملائي يعرفوا أنه كانوا بلا. تعبر عن حالك. بالضبط. ما عنديش الآن ميول للحالات، اللي هو مود خاص الحالات. متى بتكتبي حالة خاصة في الواتساب؟ عملك على حسب الحالة اللي بكون فيها. أنت؟ نفس الكلام، يمكن حالتي تعبر عن وضعي اليومي. حلو. أيوة وضعي اليومي اللي ثلاث أيام كان مشغولة، ما عاد فيش وقت إني أدخل الواتساب وعمل حالة. حالتي عامل صورة القرية حقنا في البلاد. منظر يعني زراعة و. بس عمل منظر للبلاد. طيب حالة كتابية؟ حالة كتابية الصبر، الصبر مفتاح الفرق. ليش كتبتها؟ لأن الوضع، وضع اليمن يعني وضع يحتاج صبر يعني. اليمن طبعا في جميع أنحاء اليمن يحتاج صبر، ويحتاج الإنسان يكون يتعقل ولا ينقرش وراء الزعبلات هذه والهزاقات هذه. يعني الإنسان يتعنى بالصبر، والله سبحانه وتعالى بيفرقها إن شاء الله قريب بإذن الله. إذن كانت هذه هي ردود أفعال الناس في فقرة حالك من جوالك ما بين المؤيد والمعارض.